بدعم من الأهل دخل في عمر مبكر إلى عالم القرآن ليوفق للحفظ والتلاوة وللمشاركة في العديد من المسابقات القرآنية والدولية والمحلية أيضا. نرحب معا بالمتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نعم، دقائق عشناها من راحة البال والسكينة والجمال في تلاوة المتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الطيبة، أسأل الله لكم العافية. ننتقل إلى السيد حسنين الحلو. سيد. شكرا أستاذ محمد. أنا بالحقيقة يعني ممكن أعبر عن جزء من إعجابي بالأخ ما شاء حسن الله. أقوم له إجلالا طبعا. نعم. هذا قيامي لا يعني أنه هو لحد الآن أفضل بهذه الحلقة والحلقات الأخرى. نعم. ولكن الجهد الذي بذله بالجوابات السليمة. نعم. وأيضا الانتقالات السليمة وكل هذا، الجوابات العالية ممكن تأخذ جهد، هو بذل جهده، ولكن أكثر ما ميزه بقى متمسك بالخشوع بالآيات القرآنية، ولا كأنما هناك جمهور ويشجع هذا الجمهور فتمسك بالآيات والنظر إلى الآيات طبعا، وبالتأكيد يعني بالروايات اللي عندنا النظر إلى المصحف عبادة، فهو تمسك. نعم. بالنظر إلى المصحف وهو حافظ لكل القرآن. نعم. الحافظ لكن يعني وكرة. ساهم في تطبيق هذه العبارة وهذه الرواية المباركة، ولاحظت الخشوع أيضا في أداء والجمل النغمية اللي أداها. شكرا لك يا عليكم. نعم نعم، بالرغم من حفظه للقرآن. نعم. الكريم ذكرتها وهذا. نعم. الحفظ. نعم. ونحن أيضا قمنا لك بأرواحنا وقلوبنا يا حسن، شكرا جزيلا، أسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم سيدنا. انتقال إلى فضيلة الشيخ باسم العابدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك يا حسن، أظهرت مشهداً جميلاً قرآنياً ومثلت بلادك ومثلت بلادك، وكنت خير ممثل لهذه البلاد تنزانيا. القرآن في الدول الأفريقية أخذ مديات بعيدة، وأنتم تمثلون بلادكم وتمثلون القرآن. تلاوتك كانت جميلة وجذابة وجيدة وعكست مستوى راقي ورائع. بوركت شيء قليل عندك كررت في مقطع، وهذا لا تؤاخذ عليه كثيرا. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المسابقات وفي البرامج كي تعكس الحالة القرآنية الحقيقية وتكشف عن روح القرآن لكي يتلذذ ويستمتع المستمع لك. شكرا لك. الشيخ عمر لكم الكلمة. ماذا أقول يا حسن، يا صاحب الوجه الحسن، الله، والصوت الحسن والأداء الحسن، فقد كنت حسنا حقيقة، اسم على مسمى، وأديت أداء رائعا ومتقنا ما شاء الله، يعني خلا من اللحن الجلي إلا بعض الهنات، ولكن تزيدك حسنا وإتقانا إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد فهمي عصفور، الله يسلمكم حبيبي. فعلا فعلا زادك الله حسنا وبهاء وجمالا ما شاء الله، يعني لا يعني لا نستطيع أن نقول إلا أسأل الله سبحانه وتعالى له دوام هذه النعمة، دوام هذه النعمة إلى النهاية. اللهم آمين. ما شاء الله. سيد كريم موسوي، تفضل سيدنا. جمالية صوت، رقية أداء، وخضوع للتلاوة حين التلاوة ما شاء الله عليه، وانتقالات سليمة، الله يحفظه إن شاء الله ويعلي شانه يا رب. سيد كريم تنزاني ما تعرف تحكي عربي؟ أحرف أحكي. مو صحيح؟ إيه. انشد له. بطاق الخير. نعم. أسباب النجاة يا عيني. الله الله يا رسول الله، بطاق الخير. نعم. أسباب النجاة وذات محبك. نعم. من خير ذات
وصلى فاذكروه بالصلاة. الله 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 اللهم صل. من حسن إلى حسن إلى حسن إلى فتقبلها ربها بقبول حسن. أحسنتم أحسنتم يا سيدنا. نعم إلى الجميل أستاذ أنا عزيز. أستاذ الله يبارك فيك، يعني أنا ما بقدر زيد عن اللي قالوا الأساتذة، ما شاء الله صوت قوي وقادر، وإن شاء الله نشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله. أسأل الله لكم العافية يا حسن، أمتعتنا وأبدعت بهذا الأداء، أسأل الله لك العافية وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أحسنت يا حسن. أحسنت يا حسن. أحسنت.